المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مستر سون، سان داون عاد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة هنزل الشارع ومعايا لفتة مكتوب عليها أنا متجوز منذ 5 سنوات وحتى الآن لم أشعر بالأبوة، فممكن تكتبوا لي حاجة هنا تصبروا لي من جراحي من ألمي يعني. يلا نروح للتجربة، يلا بينا. شكرا نكمل يا ابني ده شكرا شكرا برني صار فيش تعمل ان شاء الله. ان شاء الله يلا شكرا. ايوه لك هات سميا زي ما شفت ردود فعل الناس كانت عاملة ازاي. عايز اقول حاجة للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى لسه ما رزقهمش بخلفة، اعتبر ان ده اختبار ليك، اصبر وادع ربنا واكيد في يوم من الايام ربنا هيرزقك. والناس اللي عندها اولاد وابناء اتق الله فيهم وخلي بالك منهم لان دول خير متاع الدنيا. نشوفكم ان شاء الله في فكرة تانية في فيديو جاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، اللينك موجود في الديسكريبشن تحت وفي اول كومنت. مع السلامة.